الواحد يا خوتي في هاد البلاد السعيدة ولا خاصو المنشطات باش ينوض في الصبح والمهدينات باش ينعس بالليل وداك المخدرات باش يتعامل مع الناس بالنهار. إلا شفتي الراجل شاد يد مرتو في السوق راه ماشي رومانسية هاديك، عرف نعم سيدي انه الا مشات تزغب الله وطلق ليها من يديها عارفها غادي تشري السوق كامل. هاد الصباح تبرعت بواحد 300 درهم والتليفون لواحد السيد مسكين فقير. اش غادي نقول لكم، ما تقدروش تخيلوا الاحساس ديالي فاش شفته فرحان وكيضحك وكيرجع الموس لجيبو. ضروري خصكم تجربوه باش تحسوا. واحد الام مشات لعند بنتها وقالت ليها مالك يا بنيتي مقلقه، وهي ترد عليها وجاوبتها وقالت ليها توحشت بيبي يا ماما، وهي ترد عليها هذا وكان يا بنيتي صافي ايوا غدا نجيبو لبنيتي ونديرو به الرفيسة. ايه الحاجة لو كانت عارفي علاش من بيبي كتهضر راكي ماشي غديري ليها الرفيسة، راكي غديري ليها العفيسة. وفهمت السطا مع هاد الناس يا خوتي، حتى ولا كنتي حمق في هاد البلاد ويحسدوك ويقولوا شوف شوف هذا سعداته ما جايب للدنيا اخبار. في اليابان نعم سيدي الى بغيتي تزوج ضروري ومؤكد تجيب معك تقرير من عند الدكتور انك بكامل قواك العقليه. اجي عندنا حنا نعم سيدي الى جا عندكم عمك ولا خالك ولا جدك ولا تيقول له زوجه زوجه باش يدير عقله. هذا نعم سيدي واحد الراجل رجع لدارو من الخدمه وهو يلقى مراته مقلقه وكتبكي وكتجمع في حوايجها، وهو يقول لها امالكي ياك لاباس فين غاديه، وهي تجاوبو صافي ما تهدرش معي انت يا طلقتيني ومازال كتسولني. وهو يشوف فيها معجب وقال ليها كيفاش طلقتي وانا عاد دخلت دابا للدار، وهي تجاوبو ايه صيفطتي لي ميساج قبيله وقلتي ليا راكي طالقه. وهو يقول لها صبري صبري يا الهبيله وراه تليفوني تسرق ليا. ما بغاتش تيقو وهو يقول لها اراه يا راي تليفونك نعيط للشفر وتسمعي. وهو يعيط له وقال له يا صاحبي سرقتي لنا التليفون ما قلنا والو، ولكن باش تصيفط الميساج لمراتي وتجبد لي المشاكل معها وتقول لها راكي مطلقه ما يمكنش. وهو يرد عليه الشفر غير اسمح لي يا خويا والله الا راها هبلاتني بالميساجات علاش تعطلتي، جيب معك ليكوش ما تنساش الخبز والحليب وجيب معك البطاطا ما تنساش المناضة والبوطة راها سالت، جيب معك الولاد من المدرسة. حسيت بك يا خويا وبقيتي فيا بزاف وانا نطلقها لك. هذا نعم سيدي واحد كان تابع واحد البنت باش زعما تعطيه النمره، ايوا وهي دخلت لواحد الصيدليه وهو بقى واقف برا كيتسنى شنو غادي تاخد. وهو يشوفها خدات جهاز كشف الحمل، وهي تخرج لعندو وقالت ليه عندك وحده من الجوج، يا غادي تغبر وجهك من حدايا يا غادي نلصقو فيك. والناس يا خوتي حلفوا
وقال لك السيد غادي لصق المياه في الكونتور والدخاخ من موراه. هذا واحد تزوج بواحد المعلمة وقال لها شوفي انت يا غادي تخلصي الكرة وانا غادي نقابل المصروف ديال الدار. جاوبته هي صافي تهداها بلان مزيان صافي نعم سيدي بقاو هكاك هو مقابل المصروف وهي مقابلة الكرة شي 40 عام ديال الزواج. ايوا ونهار مات الراجل ايوا ومشاو كيقلبوا على مولات الدار وهما يلقاو بان الدار كانت ديال راجلها ما كانش كاريها العفريت الاخر كان كاريها المرسو. ايوا هذا هو الراجل لا حيد بالك كان عايش بيليكي. هذا نعم سيدي واحد الراجل كانوا ولادو مبرسطينو في الليل وهو يقول لهم شوفوا شوفوا نعسوا نعسوا راه غدا في الصباح غادي يجي عمو البوناني وغادي يفرق عليكم الكادوات. صافي نعم سيدي الدراري فرحوا وجبدوا على بوها بنعسة حتى الصباح والدري مني فاق سمع الدقان في الباب مشى فتح لقى مولدو وهو يعطيه الورق ديال المولدو. ايه هو الدري يدخلو مشى عند بوه كيجري وقال ليه بابا بابا راه جا عمي البوناني وراه خلالك تانتا يا كادو. وهو الراجل ينوض مصدوم وقال لولدو ويلي شمن كادو. وهو الدري الصغير يعطي لباه الورق ديال الموضوع قال له ها هو الكادو الوالد. وهي تدور به العائلة وبدأوا كيغنيو له سنة حلوة. واخوتي وبغيت نسولكم الله يرحم الوالدين وما ديروهاش مني قلة الصواب واش الحب عندو علاقة بالزين؟ غي جاوبوني راني بغيت نعرف باش إلا كان عندو علاقة بالزين الواحد يقطع الأمل من دابا. في إيطاليا قالك عندهم واحد الحلوة سميتها تيراميسو المعنى ديالها نعم سيدي ارفع معنوياتك. ايوا قلت لهم حتى حنايا عندنا يسحبكم غنتوما. وهما يقولوا لي شنو عندكم نتوما شنو عندكم عندكم الريح وانا نقول لهم عندنا عندنا حتى حنا واحد الحلوه سميتها الفقاص. ردوا عليا هما وشنو المعنى ديالها وانا نقول لهم هذه المعنى ديالها ضمير معنوياتك وفارتك معنوياتك نهائيا.